سي علي تعتبر روحك حرف جر؟ اي من الى عن على شيء حرف جر والله عن علي اي من الى عن على شيء في بيلي حرف جر ما في. انا طب شنو اللي كنت توب تجاوبني توب واحد وين كنت يوم 14 جانفي الجاري وهل تعتبره جاري او عاقد؟ طب انا والجاري هذا مال الجاري يا حموده وين كنت نهار 14 جانفي هذا؟ استنى شو عندي نهار 14 نصور عندي ما نقول لك صورت تعتبره جاري او عاقد هو في ال 14 جانفي بصفه عام؟ لا عاقد ما مشكل عادي 14 جانفي الاحتفالات بالثوره سنة ما فماش داير احتفالات فما انا من الناس غنيت في القروان مثلا انت غنيت في القروان وتعبيت على اخر البارتي الاولاني هشيذ يحفظ ولا يقاس عليه هذا عنده يلعب في ملعوب ما فهمتوش يحكي في حكايه ساعات هو في بلاصه اخرى وانا في بلاصه وانا في بلاصه انا جاري ولا عاقد فهمني لا علينا ما علينا ما سؤال منقول من الفيسبوك عجبني في العيد الكبير ناكلوا العلوش وفي العيد الصغير ناكلوا في الحلو حسب رايك في الثوره شنو ناكلوا؟ نقول لك اللي هاي فلفل واضح في رواية أخرى ناكلوا صوابعنا سؤال في السياسة باش نسمي لك سياسي حلو وأنت تقول لي أنا هو فيهم سمي لك حلو وانت تقول لي حلو 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 اتفهم سياسي حلو باش سمي لك انا الانواع نتاع حلو وانت تسمي لي شكون السياسي اللي تراه حلو هذاك كيما مثلا كعك على ورقه كعك على ورقه لا كعك ورقه لا كعك على ورقه انا عندي انا قاعد نبيع كعك على ورقه هاي شكون السياسي اللي كعك على ورقه شو منين نعرف ما انا نجيب اسمه هاي تعتبره كعك على ورقه صفر على ورقه كعك على ورقه والله شكون السياسي شكون السياسي شكون السياسي ما عندي ثمانية احتمالات باش تعمل لي هكا عندك شنو عندك السياسي ليه ما تخليش سياسيين برك حلوا اللعبه حل اللعبه هاي فنانين هاي حل اللعبه شكون الفنان كعك على ورقه فنان كعك على ورقه فنان كعك على ورقه ما عندك شكون فنانه غريبه علينا شنو غريبه علينا غريبه علينا اكل غريبه ما انت غريبه علينا فنانه غريبه علينا باش شكون الفنان كعابر سبيل انا اختلفنا شكون عابر سبيل شكون الرئيس الملبس في حيط ملبس خويا جاوب شكون صاحب القناة سامسار اسمع الليستة هي بعدها عليا شكون الانيماتور المقروض في حقه من مخي والله انت عادي انت عادي باش فما شكون قاعد يستدعى فيك توا انا مش عندي مؤشرات استدعى فيا وين عندي ما نقولك شوي خيال شوي خيال شوي خيال باهي مش عندي مؤشر الاولاني لا تعطيني فكره بل علمني كيف اصطادها مجنون انت اعطيني سمكه باهي مش عندي مؤشر معناتها قول لي على شكون نحكي انا توا المؤشر الثاني اعمل بوز وبيعه واللي تخدمه طيعه اعمل بوز بيعه انا بديت نفهم انا حسيت انا بديت نفهم والله لا نعرف والله ما بديت نحس بديت نحس في المؤشر الاخر لا تعطيني فكره بل علمني كيف اصطادها واصل زيدوا المؤشر الثالث مهدي المؤشر الثالث مهدي المؤشر الثالث هاي زعما انت تو تجبد على سامي مش مقصد سامي صحيح سامي لعبه هي لعبه انت طلع شكون زعما السيد الثاني ماني توب صاحب صنعتك مش خوك عبد الرزاق هكا المؤشر الثاني كان جاي لخوه ينفع خوه ما يسلف حد ميكروه يمكن يتم على ابوه بدايتك سي علي كانت كي صغار الكل بالخطوه الاولى اي توا فين خطوه انت؟ باقي في الخطوه الاولى مازلت ما قدمتش راجل صاحبي والله مازلت اخر سؤال ونكمل معاك ما تخممش تعمل برنامج انت ورزوقه والله كان انا عندي الاسم حاضر وعندك الفكره وكل شيء فكره سامي فهري بيصير اما اسم البرنامج عندي اسم البرنامج عندي ما نقول لك كريم ميرسي مهدي يعطيك الصحه ميرسي يا ناس وجميله وفاطمه